لسه مشاهدينا بنتكلم مع حضراتكم عن القطاع الزراعي اللي بيشهد طفرة حاليا في عدد كبير جدا من المشروعات اللي بيتم تنفيذها. المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أكد أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو وافق على اعتماد مبلغ 138 مليون جنيه و700 ألف جنيه أو 700 ألف جنيه نعم ل 768 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، بإجمالي عدد رؤوس ماشية بيبلغ 9290 ألف رأس، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين. احنا معنا على التليفون يا باسم الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. يا دكتور طارق صباح الخير. صباح النور يا فندم، صباح النور لكل الساده المشاهدينك الكرام. يعني الموضوع ده الحقيقه المشروع القومي للبتلو ده بيجي ضمن المشروعات وضمن المبادرات المختلفه والكتير جدا الحقيقه داخل حياه كريمه، لكن عايزه اعرف من حضرتك الجزئيه الخاصه برفع مستوى صغار المربين، ايه اللي تم حتى الان وما معنى كمان هذه الجمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المشروع القومي للبتلو من احد المشروعات القوميه التي يوليها وزاره الزراعه ومعالي وزير الزراعه اهتمام خاص، وشفنا اهتمام القياده السياسيه الغير مسبوق بثرواتنا الحيوانيه والداجنه. المشروع القومي للبتلو احنا باختصار بنمنع السكينه وبنمنع ذبح حيوان صغير وزنه اقل من 100 كيلو جرام، بيديني صافي كمية من اللحوم فقط حوالي 30 كيلو. المشروع القومي للبتلو وبقواعد وضوابط وزارة الزراعة بنمنع ذبح الحيوان في هذا العمر وهذا الوزن إلى أن يتم تسمينه ل 400 كيلو على الأقل في الوقت دوت. صافي اللحوم اللي هتيجي منه تبقى في حدود 240-250 كيلو، يعني زيادة رأسية من نفس رأس الحيوان 7-8 أضعاف، وحفاظ على الثروة الحيوانية من الإهدار. يمكن لما بنتكلم على حيواناتنا المحلية أو الماشية المحلية سواء كانت جاموس أو أبقار، كمان انبسط من تحت المشروع القومي للبتلو بروتوكول تعاون ما بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري لتوفير وتدبير عجول مستوردة محسنة وراثية سريعة النمو من الخارج لتوزيعها ونشرها على صغار المربيين وشباب الخارجين والسيدات، وفي برنامج ضمن مبادرة حياة كريمة. وهنا بيبقى أولا قيمة مضافة و معدلات نمو افضل ودوره تسمين اكثر، وبالتالي هنا الفائده هي 5% بسيطه متناقصه، وهنا دوره التسمين بتبقى من 6-8 شهور، وبالتالي بتبقى الفائده من 2.5 تقريبا ل 3.25%. تمام. عايز اقول لحضرتك يا استاذ باسل كمان ان يمكن نسبه سداد القرض الحمد لله وصلت ل 100% دلوقتي، وده بيدل على قد ايه اهتمام الصغار المربيين واهتمام المستفيدين بتوجيه القرض فيما خصص من اجله. تمام. وان هم ما بيستغلوش الفلوس الا فعلا في تنميه الثروه الحيوانيه. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه على كل هذه المعلومات وعلى كمان المجهود الحقيقه اللي بيبذل في هذا المشروع اللي بيفيد كتير من المربين والمستفيدين من كل هذا الدعم الموجه من الدولة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك.